بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين، ويجلس معهم ويعود مرضاهم، ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك، ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه، ويصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى، وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. وهنا وقف بنا جواد المقال عن الضراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيب الأشرفين والأكرمين مولانا محمد سيد الأنسان والرجل تبارك وتعالى وأصحاب الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يافي وكفي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتدخرنا بها من جميع السيئات، ترفع لك الدرجات، وتبلغنا بها صلى غايات من جميع خرط في الحياة وما دام من. اللهم يا الله، بحرمة شهر مولد النبي، وببركة سورة الفاتحة، وببركة ما قرأناه، وبجاه من ذكر أسماؤهم، وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، 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 وحصل مقاصدنا، واقض جميع حاجاتنا وحاجاتي panitia khaul masyayikh wa hud pondok adik. Allahumma ya Allah, ij'al hajatahum hajatan maqbulah mardiyah, salamah fid din wa dunya wal akhir. Allahumma ya basitul yadaini bil adiyah, ya man idha rufiat ilayya akuful abadi kafah, ya man tanazzah fi zat wa sifatil ahadiyah, an ayyakuna law fiha nadha'ir wa ashbah, يا من تفرد بالبقاء والقيد والأزالية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استنلت الأنامل إلى قدرة القيومية ورشد بفضلية من استهدى واستهدى، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأول بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه الهداية والأفضلية،
alladzina badalu nufusahum lilayabtaghuna fadlan minallah wa bihamadi syariatihi ul manaqib wal khususiyah alladzina istabsyaru bi ni'mati wa fadli minallah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali ikhlasin niyyah wa tunjiha min likulli minal hadirin wal ghaibin matlab wa munah wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqa lana minal amali ma bika dhunanna wa takuna lana kulla badlahi himmati wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawa wa tutnia lana min husnil yaqini qudufan daniyatan janiyah wa tamhu anna kulla dhambin janayna wa tastura li kulli minna aibahu wa azza wa hasru'iyah wa tusahilan min salihil a'mali ma'azza dhurah wa ta'umma jam'ana hadha min khazaini wa min ahikasaniyah bi rahmati wa maghfirat wa tudhi ma'aman siwa kakhina Allahumma innaka ja'alta li kulli insa'il wa qama wa maziyah wa li kulli rajin ma'amal fika rajah wa qad sa'alnaka rajina ma'hibaka la dunia faqiq lana ma minka rajawna Allahumma amini rawa'ati wa asli ru'ati wa ra'iyah وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام عامة رخية واسقنا غيث يا عمن سياب سبي سبسب وربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى بزنج نسبة ومنتمة وحقق له الفوز بالقرب والرجاء والأمنية واجعل مال مقرب مقيل وسكنا واستر له عيبه وعزه وحسر وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصغى إليه السمع وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل لتجد الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشر وولى ما شنفت الآذان مسجد الدور بأقراض جوهرية وتحالت صدور المحافل منيفة بوقود خلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول وحصول المأمول الفاتحة